لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة دي ام سي، برحب بحضراتكم. كل عام وحضراتكم بألف خير من صعيد عرفات الطاهر في خير يوم طلعت فيه الشمس. الحج عرفة وهو ركن الحج الأعظم، حجاج بيت الله الحرام توافدوا على جبل عرفات اليوم لأداء ركن الحج الأعظم، ونحن ننقل لحضراتكم الآن توافد ووقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر. هذا الركن الأعظم من أيام الحج، فالحج عرفة ولن يقبل الحج بدونه، وخير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله من دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صعيد عرفات يقع بين مكة والطائف، ويتوافد عليه حجاج بيت الله الحرام منذ قبل شروق الشمس وحتى قبل الغروب، ثم يتوجهون إلى مزدلفة إلى المشعر الحرام ليبيتون فيها، وينتقلون بعد ذلك إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ولي يعني يوم النحر. مشاهدينا، احنا مع حضراتكم بننقل لكم يعني وقوف حجاج بيت الله على صعيد جبل عرفات الطاهر، وهم يعني موجودين معانا واحنا سعداء بوجودهم وبنبارك لهم، وان شاء الله حج مبرور عليكم جميعا. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا فندم، بارك الله فيكي. دي اول مره تحج فيها ولا حجيت قبل كده؟ اول مره الحمد لله، اول مره الحمد لله. اول مره؟ اول مره الحمد لله. احساسك ايه بقى يا حاج؟ والله اقسم بالله شعور بالسعاده لم اتخيله من قبل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب يعني حضرتك اول مره تحج؟ ايوه اول مره حج. اول مره. احساسك ايه يا حاج؟ والله نحمد الله على ان هو انعم علينا بنعمه الحج، الحمد لله، ونتمنى ان شاء الله تتكرر المره دي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ونشكر المملكه العربيه السعوديه لكل جهودها لخدمه حجاج بيت الله الحرام، وان شاء الله بامر الله يكتب لنا المولى عز وجل زياره البيت الحرام مرات ومرات عديده ان شاء الله. أمين. انا وزوجتي بامر الله ان شاء الله معاك. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. يا رب اهلا معه كل مشتاق زياره الحج. عايزينكم تدعوا بقى. لبيك اللهم لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك لا. اللهم أنعم على أسرتنا العزيزة بالأمن والأمان. آمين. وبارك في رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس السيسي يا رب العالمين. آمين. اللهم أنزل على مصرنا الغالية الأمن والأمان. آمين. والاستقرار والسلام. آمين. الله سبحانه وتعالى. واحفظ شعبها. آمين. وأزل كل كرب نحن فيه بأمر الله. آمين. آمين يا رب العالمين. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا. الحمد لله، مبرور ان شاء الله. احساس جميل جدا، وربنا يوعد كل الناس بالحج يا رب. امين يا رب. امين يا رب. احنا بمحافظه مطروح، وربنا يوعد كل الناس ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. زي ما حضراتكم تابعتوا حجاج بيت الله الحرام طبعا من كل مكان ومن جمهوريه مصر العربيه دعوا لنا واستمتعنا بدعائهم، يا رب يتقبل وربنا يكتبها لنا جميعا. وكل عام وحضراتكم بألف خير. دي كانت رسالتنا، وهنواصل مع حضراتكم تغطيتنا على مدار اليوم على شاشه قناه دي ام سي.